أهلا بكم. انطلقت منافسات دوري روشن السعودي وسط متابعة عالمية مع دعم الفرق صفوفها بأبرز النجوم من الملاعب الأوروبية. البداية كانت باستضافة فريق الأهلي لفريق الحزم في أولى منافسات الجولة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. ويعد الموسم الحالي مختلفا عن أو من ناحية عدد الفرق المشاركة، إذ سيشارك 18 فريقا بعد أن اقتصر العدد في الموسم الماضي على 16 فقط. وصلت القيمة السوقية للدوري السعودي روشن إلى رقم تاريخي غير مسبوق بوصولها إلى 810 ملايين يورو وفقا لتقييم ترانسفير ماركت، إذ ارتفعت القيمة ووصلت ل 26% عن الموسم الماضي، يجعل الدوري السعودي الأكبر قيمة عربيا. وعز الموقع على الصفقات الكبيرة التي عقدتها الأندية السعودية مع أبرز النجوم العالميين. صافرة البداية والتي أعلنت بدء مباراة الأهلي والحزم لم تكن مسموعة في جدة فقط، بل وصل صداها لمختلف أرجاء العالم مع نقل الدوري السعودي على عشرات القنوات والمنصات العالمية، حيث جذبت الصفقات الصيفية محبي الكرة وجعلت السعودية على خارطة اهتماماتهم وجزء من متعتهم. فما فائدة انتشار الرياضة السعودية؟ نناقش ذلك بعد هذا التقرير. تهافت إعلامي وسباق عالمي برز مؤخرا مع تنافس عشرات القنوات الأجنبية على بث منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد والمختلف. مع انطلاق صافرة البداية للموسم الاستثنائي والأقوى والأكثر طلبا من الجمهور في تاريخ البطولة، ذكرت وكالة بلومبرغ أن دوري روشن قد أبرم عقودا مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية لبث مبارياته في 130 منطقة في العالم. وتقود شركة IMG المتخصصة في بيع حقوق المواد التلفزيونية عملية تأمين صفقات البث الدولية. وبحسب خبراء في المجال الرياضي، فقد بدأت المملكة في إعادة رسم الخريطة الرياضية العالمية بكرة القدم، وهي تسير بخطى ثابتة لتحقيق هدفها بأن يكون الدوري السعودي واحدا من أفضل 10 دوريات في العالم. وبطبيعة الحال تمثل الرياضة وخصوصا كرة القدم أحد أبرز عوامل القوى الناعمة التي تؤثر في الرأي العام للمجتمعات وفي بناء الصورة الذهنية للدول لما تمتلكه من شعبية كبيرة حول العالم، حتى برزت للسطح مصطلحات مثل الدبلوماسية الرياضية. ومن المتوقع انعكاس الاهتمام الجماهيري الواسع عالميا بالرياضة السعودية على قطاعات وروافد حيوية أخرى في المملكة مثل القطاع السياحي والإعلامي والاقتصادي. كل ذلك وأكثر يجعل من الاستثمار في الرياضة أداة فاعلة لتقوية العلاقات الدولية ووسيلة للإسهام في تحقيق التنمية ونشر الثقافة السعودية الأصيلة. انضموا إلينا، وقبل ذلك نتابع مشاهدينا في هذا العرض أبرز المنصات العالمية الناقلة للدوري السعودي. Thank you.
ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمستشار في الاستثمار الرياضي دكتور حافظ المدلج. دكتور حافظ أهلا بك معنا في هنا الرياض عبر الإخبارية. 130 منطقة حصلت على حقوق البث، عشرات القنوات العالمية كذلك تتسابق على منافسات الدوري السعودي. كيف نجحت السعودية بداية دكتور في جذب هذه المتابعة الجماهيرية العالمية لكرة القدم في السعودية على مدى فترة قصيرة زمنيا تقريبا؟ أهلا وسهلا فيك وفي مشاهدينكم الكرام. طبعا هو معروف أنه كرة القدم تتبع النجوم، اللي خلى الدوري الإنجليزي والبريمير ليج هو الدوري الأفضل في العالم كمية النجوم الموجودة فيه. لما كان كريستيانو رونالدو وميسي موجودين في أسبانيا كان لا صوت يعلو على صوت الكلاسيكو في أسبانيا، ومباريات ريال مدريد وبرشلونة يتابعها الملايين. لما طلع رونالدو من أسبانيا قلت قيمة الدوري الأسباني وحقوق الدوري الأسباني، لما طلع ميسي انخفضت أكثر. لما يجون عندنا مثل هاللاعبين وبالذات كريستيانو رونالدو اللي فتح الباب، انت تحول الدوري السعودي من أنه ينقل على منصة واحدة وهي SSC إلى أنه في الموسم الماضي ينقل على 48 منصة، واحدة منها عدد مشاهدين 360 مليون. اليوم الموسم القادم هذا اللي بدأ اليوم انطلق مباراة الأهلي والحزم، عندنا 130 دولة تشوف الدوري، عندنا كم هائل من النجوم. قبل شوية أنا أشوف الأهلي محرز من السيتي، فيرمينيو من ليفربول، ماكسيمان من نيوكاسل، مندي من تشيلسي. هذا الدوري الإنجليزي نقلناه وجبنا عندنا. فأنت تتوقع يعني تنتظر من جماهير الأندية هذه كلها اللي عندها لا زال عندها القميص اللي كان يلبسه محرز قبل شهرين مع مانشستر سيتي، وكان يلبسه فيرمينيو مع ليفربول قبل شهرين، ويلبسه ماكسيمان مع نيوكاسل، ومندي مع تشيلسي. لا زالوا الجماهير هذه تبغى تشوف نجومها. وبالتالي نجح المشروع السعودي بامتياز، شكرا لعراب الرؤية، شكرا لمهندس هذا المشروع سمو الأمير محمد بن سلمان، وشكرا أيضا لوزير الرياضة اللي أكد محمد بن سلمان على شغفه للرياضة ونجاح المشروع هذا. مثل يقول الكتاب بين من عنوانه، إلى الآن لم تكتمل الصفقات. صحيح. إلى الآن باقي تقريبا شهر في فترة الانتقالات الصيفية، والقادم أفضل بإذن الله. طيب دكتور، بما أنك يعني أتيت على ذكر الدوري الإنجليزي وكأنك نقلت الدوري الإنجليزي إلى السعودية كما تشير من خلال متابعة نجوم في الدوري الإنجليزي سابقا، لعبوا اليوم في أولى مباريات دوري روشن في جدة، وبحكم أن الدوري الإنجليزي يصنف عن أنه الأقوى عالميا، ما التصنيف الذي تضع فيه الدوري السعودي؟ البعض يعني يقارن الدوري السعودي بالفرنسي حاليا، مؤهل لمزيد من القوة، مزيد من المتابعة، مزيد كذلك من الاستثمارات القادمة في الدوري السعودي، ما المنتظر برأيك؟ شوف يعني قبل ما يبدأ المشروع السعودي كان الدوري الإنجليزي هو الأول، الأسباني الثاني، الإيطالي الثالث، الألماني الرابع، الفرنسي الخامس، والشامبيونشيب اللي هو دوري الدرجة الأولى واللي احنا نسميه في السعودية له في انجلترا هو السادس. تخيل في حقوق قيمة حقوق النقل التلفزيوني. انا اتوقع ان الدوري السعودي الان بامتياز هو السادس، لكن لما تجي فترة الانتقالات الشتوية ويكتمل العناصر كذا اتوقع احنا ننتقل الى منافس الدوري الفرنسي، خصوصا ان الدوري الفرنسي كان ايقونته باريس سان جيرمان وخرج منه ميسي، والان على وشك الخروج امبابي ونيمار. اذا الثلاثة هذول خرجوا من الدوري الفرنسي اعتقد ان الدوري السعودي سيحل محل الدوري الفرنسي ويكون هو الخامس باذن الله. ما الصوره التي يعني الايجابيه تحديدا التي ستنقل عن المملكه؟ ما الذي تستفيده المملكه اعلاميا وفي مجالات اخرى من هذه المتابعه الكبيره من هذه القنوات والمناطق التي اشرت اليها لدوري روشن هذا العام؟ شوف قبل ما نتكلم عن القنوات التلفزيونيه، اليوم كل واحد في يده جواله، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي المنصه الاكثر انتشارا والأوسع تأثيرا والأكبر أثرا. رونالدو عنده مليار متابع في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. اللاعبين الباقيين اللي جايين قد تصل أرقامهم إلى مجموعهم قد يصل إلى مليار آخر. فلما توصل أنت الصورة الذهنية عن السعودية إلى مليارين شخص على كوكب الأرض أعتقد أنه هذا شيء إيجابي. المهم أنه اللاعبين ينقلوا صورة إيجابية. رونالدو لازم أشد على يده وأشكره، لأنه دائما في كل ظهور في كل مؤتمر في كل بوست ينزله في الانستغرام وفي غيره يشيد بالحياة السعودية، يشيد بالمجتمع السعودي، يشيد بالدوري السعودي.
وما يخلي شاردة ولا واردة إلا وهو يشيد بهذا المشروع الجميل. ما انتظر من محرز، من بنزيمة، من اللاعبين الموجودين أيضا ماني وإلى آخره، اللاعبين صرنا نضيعهم من كثرهم، لكن ننتظر منهم أنهم يضخون مثل هذه الصورة الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن عندهم مليارات المتابعين. صحيح. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه أنت لما تسوي مثل هالأشياء الناس يبغون يشوفون هذه السعودية. أنا أعرف أنه في ناس حضروا في الموسم الماضي من أقصى أفقاع الأرض، في دكتور جاء هو وعائلته من كندا عشان يحضروا مباراة النصر، وأعتقد الشباب كانت يبغون يشوفون رونالدو. اليوم بيجينا ناس من كل مكان في العالم يبغون يشوفون محرز ومندي وماني وبنزيمة وسافيتش وبقية اللاعبين. هذا الأمر سيزيد من السياحة السعودية. أخبارنا موجودة اليوم في كل وسائل، أنا أتابع الصحافة الإنجليزية، لا يمر يوم واحد يا عزيزي دون ما يكون فيه ذكر لخبرين أو ثلاثة عن الدوري السعودي والتعاقدات السعودية. فهذا كله قوة ناعمة تجعل الناس يقبلونك وتجعلك قادر على التأثير في مجتمعاتهم. صوتك وصل وبشكل إيجابي. رونالدو كواحد من الأمثلة التي أشرت إليها والصورة الإيجابية التي ينقلها دائما عن السعودية ومناطق السعودية والحياة في السعودية بشكل عام، يعني ما أهمية تواجد هؤلاء النجوم في منصات كإنستغرام وتويتر وغيرها أو إكس وغيرها للترويج للسياحة السعودية كما أشرت قبل قليل؟ شوف، اليوم الإنسان يثق في الشخص المشهور، حتى الإعلانات، ما عطنا نشوف الإعلانات في التلفزيون زي ما نشوفها في السناب وفي إنستغرام وفي تويتر وفي غيرها. فالمشاهير هذول مؤثرين، لما يكون لاعب كبير زي رونالدو وبقية اللاعبين ما نهضمهم حقه، لكن رونالدو لأنه الأول على مستوى العالم في منصات التواصل الاجتماعي، لما يجي ويصور العلا ويصور البحر الأحمر ويصور أبها ويصور الطائف في كأس الملك سلمان للأندية العربية وينقل هذه الصورة الإيجابية، الناس كلها تبغى تشوفها. لما الناس يتوقعون السعودية صحراء، لما يشوفون جبال أبها جبال عسير ويشوفون درجة حرارة في الطائف 27 يقولون شلون هذه السعودية، احنا ما ندري عن هذا الشيء. قريبا بيكون رونالدو ضيف في مثلا مسابقة البولو في العلا، سيكون رونالدو ضيف لبطولة الأولمبياد الشتوي اللي بيقام في تروجينا في نيوم. كل هذه الأشياء، كل هذه المناسبات، رونالدو وغيره من اللاعبين سينقلونها للعالم، وتكون هذه أفضل دعاية للسعودية. هذا شيء ما هو محسوب، ترى أنت قيمة رونالدو أنت ما تعطيه زيادة على اللي هو يسويه. صحيح. لكن أنت تعطيه هذا الراتب الضخم اللي جاء وتطلب منه أن يكون سفير مفوض فوق العادة للسياحة السعودية، للثقافة السعودية، للترفيه السعودي، للسعودية بشكل عام، المجتمع السعودي بشكل إيجابي. ترى على فكرة أنا ما أنسى أن جوميز لاعب الهلال السابق كان سفير مميز جدا، ويعني نقل صورة إيجابية عن السعودية لفرنسا والمتابعين ومحبين حتى في تركيا، ولا زال احنا نبغى اللاعبين هذول يجون ويستمر العلاقة الإيجابية معهم. ولذلك انا ادعو الجميع، اعلام وجماهير ومسؤولين، انهم يعني يوطدون العلاقة الإيجابية والطيبة مع هؤلاء النجوم حتى ينعكس هذا الشكل إيجابيا على المحتوى اللي يقدمونه للعالم والمتابعين اللي بالمليارات حول العالم. انا اشكرك الكاتب والمستشار في الاستثمار الرياضي الدكتور حافظ المدلج، شكرا جزيلا لك.